تسلم ايديكي. بدي اسألك عن شغلة. اللي في عندك حدا بتشاركه باللي عم يخطر ببالك؟ الواضح كأنه في. من الصعب الواحد يكون صادق، خاصة مع حالك. الشيء اللي بكون صادق فيه بشاركه مع حالي. ومع مين؟ مع القرايبين. هلأ نحن مو قرايبين مثلا؟ يلا سألي 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 شو عم يدور ببالك. خضر، ما رح تحكي مع بابا مو هيك؟ بلا رح قله. خضر خلص لا تقله شي. أنا ما عاد عم أفهمك بنوب، بدك كون صادق وما خطط بالسر وخلي شغلي واضح، وما بدك قول لأبوك شي. أنا مو خجلانة من أبي، بس بتعرف عمتي وعمي رح يخربطوا كل القصة. ما بيقدروا يعملوا شي. أبوك قاعد على طاولتي ومثل مشافه، عمك ما رح يعمل شي أبدا، وعمتك أمي رح تدبرها. أنت ما شفت ولا عدو بحياتك. كيف ما شفت؟ لك أنا شفتك طول الصيف. خليك يدي.
بابا، انت عم تخطط لأعمال سرية، بس أنا اللي هن عم يستجوبوا دائما. برأيي لو بتوضح لهم الأمور بأقرب وقت بيكون أحسن. مين هذا اللي عم يستجوبك؟ خلي اللي عم يستجوبك يجي ويستجوبني لألي. لا انت لساتك شاب، يعني لا تخبي، انت حر وعازب وحليوة كمان، حقك تعيش مع مين ما بدك براحتك، مين بيقدر يقول لك شي؟ مو هيك يا خضر علي، الابن شي مختلف، ما في مثل حب الأب لابنه. شو دخل هاي بهاي؟ ليك ما في حدا مثلك متفهم يا ابني. بابا بابا بابا، وقف 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 لو سمحت، شو عم تعمل؟ هلا منموت. لك إذا ما متنا كرمال هيك معناتها مشان شو بدنا نموت ولك؟ شو عملوا؟ يا عيون أبوك أنت، رح تبلش أصواتهم تطلع بعد شوي. استنى رح شوف مين هاد. لا تطلعوا، في شخص غريب هون. الشنطة على الأرض، يلا بسرعة. وشك على الحيط. ايه بس أنا بشتغل هون. بدون حكي. افتح الشنطة. شو هاد؟ بخاخ مشان الحيط. هاتو. ماشي، افتل وشك على الحيط واستنى حتى نروح واصحك تتحرك. تكرم. قلن بيقدروا يطلعوا. اسمعني، بتقدروا تطلعوا. أخي بهزات، طلعوا. مستعد أعطيكم اللي بدكم إياه. روحك. زبطت الكاميرات هكان؟ إيه زبطتها. يا صهري، خلصنا بلا لعب. جاي إلياس. تفضلوا، أهلا وسهلا. تفضلوا. حشمت أخذوا سلاح منا، شو رح نعمل؟
ايدينا ورجلينا شغالين، طمن. تفضل. خليك وراي. رفض، طلع راح من اليمين. طلعوا يا شباب، هذا اللي بالصندوق الظاهر فاق. تيكين بيك ما ضربه كتير مشان ما ينتزعوا أظافر إيديه، شي أكيد بده يفيق. لا معلمي، لأنكن قلتوا مات موتوه، أنا ضربته بهدوء، بس إذا بدكن وبوقف على جنب مشان أضربه ضربتين كمان. إيه لو سمحت حبيبي تيكين، إذا بتوقف على اليمين وبتضربه ضربتين خلي هالرجال يغيب عن وعيه بقى. لا شو هالحكي معلمي، لا تقول هيك، هي شغلتي. صراحة يا صديقي ما فهمت، يعني ليش ما منقتل هذا الرجال ومناخده معنا؟ ليش الرئيس خضر عم يحكي معنا؟ ما عم يحكي لحد هلأ، ما حكى؟ يعني للحقيقة كأنه الرئيس لان شوي، مو هيك معلمي؟ لا حبيبي لا. ايه صديقي، انتو شو اللي عملتوه بالصيف حتى كبرت القصة لهالدرجة؟ لا هو ولا شي مهم يعني، ولا شي يعني. علمي برأيك منروح على اليمين ولا منضل رايحين؟ على اليمين تيكين، بصراحة دغري أقرب، بس روح من الطريق اللي بدك إياه، بس لا تعصبني. تفضل مفرزة. مبسوط بعملتك يا غبي؟ شي أكيد ماني مبسوط، يا ريتني ما سألتك. شو رح نعمل هلا؟ بدعس وبمشي طوفان آغا؟ إيه تكين إياك، هدول مو شرطة مرور، هدول أمن. طلع على الأسلحة اللي معهم، رح يخلوا رصاص مثل المطر عروسنا. تيكين إذا صار شي أنت بتتبنى القضية. اتبناها يا معلمي؟ شو قلن؟ سرقنا السجادة وطلع فيها رجال؟ نحن ما بنعرفه، تفاجأنا. تيكين أنت لا تنزل فوراً يا ابني، لهيهن وأنت بالسيارة ماشي؟ وقت اللي بيصير الوقت بتشد شباك لو سمحت. مرحبا شباب، في عنا إجراء أمني. مرحبا، اليوم الجو حلو كتير للإجراءات الأمنية، مو هيك أصدقائي الشرطة؟ لو سمحتوا ممكن تنزلوا من السيارة؟ شفت يا حمار؟ أنت إياك تنزل. بالتوفيق، موفقين. مو الحق عليك أساساً، الحق اللي طلع معك. شو هالمشاكل كلها اللي خلتني عنق منه ها؟ شو أنت مجنون؟ ليك رح قتلك، فهمت؟ رح قتلك. وقفوا، ما بيصير. مين رح تقتل؟ شوف مين رح تقتل؟ ما بيصير. لك تركني عليه.
بيتنا. ليه؟ هدول رجعوا تقتلوا مرة تانية يا سيدي. خليني صف السيارة بعيد شوي مشان ما تتأذى. خلص اهدى. عم تأخذني غدر ما؟ ما بصير هيك. لو سمحتوا وقفوا، لا تخلوني أقلل من احترامكم. اهدوا اهدوا. لو سمحتوا، إذا في مشكلة بيناتكم فيكم تشتكوا على بعض، وإذا ما وقفتوا رح أتصرف أمنيا معكم. لك لا يا أخي، شكوى شو هاي؟ نحن مثل أخوة، نحن منضل نتخانق ومنتصالح، ما هيك؟ ها؟ نحن مثل الأخوات منتخانق ومنتصالح. ما رح أصالحك، أنت نطحتني برأسك. لك يا بوران. لا ما بفهم عمي، إذا بيكون أبي واقف قدام عيوني ما رح أعرفه. بدي أشتكي عليك، رح أروح على المغفر. أنا بدي أشتكي، امشي على المغفر. ليك البصلان، ما بيقوس على الرجال الغلط معه، أنا كمان رح كون قاعد معهن. لا تقلق عمي، رح يموت اللي بدك ياه. أنت بس خبرنا بالوقت. رح تعرف، أنت رح تعرف بالوقت المناسب. بابا إجا فياض بيك. دخله. شوفي. ولا شي، جيت لأنك رح تقول شي. رح أقول إيه. إيه وإمتى؟ لما بيجي وقتها. ليش؟ أنا ما بوثق بهاي العيلة. إيه لا توثق. وثق بعمك، بعمك، ولا توثق بحدا، ماشي؟ طيب عمي. استقبال حلو كتير. مرحبا رئيس خضر. أهلا وسهلا فياض. أهلين فيك. مرحبا قلب أصلان. فياض بك. عملناها أخيرا. عملناها عملناها. شغل كبير. وإمتى رح نجربها؟ عن قريب، عن قريب كتير. اللي انت جمعت زباينك وضيوفك كلياتهم؟ ايه، ما تاكل هم ابدا، انا جمعتهم. بس عم تصير شغلات غريبه من الصبح رئيس خضر. الرجال اجوا من كل دول العالم تقريبا، يعني هن قلقانين شوي بخصوص سلامتهم. شو يعني هاد؟ ما فهمتني؟ في جريمتين كبار كتير تنفذوا، طبعا اللي ماتوا رجال مهمين. بالأصل ثلاث جرائم كبيرة. ايه طبعا، ما دخل هذا الشيء باجتماعكم بنوب. بالطريق بنحكي. ليك يا رئيس خضر، هدول الرجال اللي نحن رح نقابلهم اليوم مساء، إذا صار أي شيء سيء لأي أحد منهم، أنت بتعرف أنا ما بأذي أي شخص قدامي فياض. عمي إجي معكم كمان؟ لك ابني مرتك حامل هلأ، اهتم فيها، طلع على العشاء، ساوي أي شيء، ليش بتضل ورائي؟ ما رح تجمع الطاولة بس ترجعوا؟ رح نجتمع بس بوقت متأخر. كيف صار أخوك؟ رح يجي المساء؟ ايه طبعا. لهيك انت روح على الاجتماع المساء وانا بيجي انا وياه وبلحقك. لمين بيرجع الفضل انه اجتمعنا على العشاء؟ لعمي خضر. ما فهمت؟
هو قال لي إنه لازم تطلع مع أوزلام على العشاء، وقال لي ليش ما عم تهتم فيها منيح؟ قلت له عم بهتم، أنا عم أقضي وقت كتير حلو مع مرتي الحلوة. قال لي لكان روح اهتم بابنك شوي. برأيك بيهمه شو جنس المولود؟ يعني بيهمه يكون صبي ولا بنت؟ ها ما بيهمه شو جنسه، بيهمه بس نكبر العيلة. شو رح يعمل؟ بقصد بحياته، هو لسه رح يتزوج ولا رح يضل عايش لحاله؟ عمي خضر يضل لحاله؟ هذا شيء تقريبا مستحيل، لأنه حسب ما شفت إذا بيضل لحاله يوم بس بيجمعنا كلنا بنفس البيت. لكن هلأ الشكر كله بيرجع لإلي. شو عم تحكي؟ بدك تحكي عليهم؟ قصدك على أمور يعني؟ يعني إيه؟ أكيد أمور مبسوطة، بس أنا بقصد، بس بصراحة بقصد عمك إلياس. آخ عمي إلياس، هو بيزعل إذا ما عمل مشاكل، ومع الأسف ما بيقدر يعمل هيك بوجود ستي وعمي خضر بالبيت. شو صار هلأ؟ عمي خضر استدعى الكل على الاجتماع بهذا الوقت؟ في مشكلة إذا وصلك فاروق على البيت؟ لا بس إذا بدك خلينا نروح من هلأ. لا لا أنا رح أحكي تليفون وبرجع. ماشي مثل ما بدك. شكراً كثير. باخده بعدين بلا ما يبرد. تمام شكرا كتير. وصلوا كل الصور؟ ايه وصلوا والكل مستهدف. عم تخبص ما؟ هاي الصورة. يا جماعة أنا كتير سعيد أني جمعتكم كلكم اليوم. هذا السلاح اللي صنعه خضر شاكر بيلي فائدته كبيرة لكل المنظمة، وعلى أكيد أنه مشاركتكم بهيك نوع من التجارة رح يشكل لجنة استثمارات. بس أنتوا هيك عم تخفوا ميزات السلاح، كيف بدنا نستثمر بشي ما جربناه ولا حتى شفناه؟ رح خبركن ميزاته. السلاح يلي بإيدي آخر موضة، يعني بالميكانيك والإلكترونيات والتكنولوجيا والتطور. مدى 4 كيلومتر، شو ما كانت ظروف الجو، مطر، تلج، عاصفة، شهوب، برد،
مو مهم صبح ولا مساء، وبيكفي بس تحمله صورة الهدف على نظام السلاح، وحتى ما في داعي إنه يشوف السلاح الهدف بنوب. من خلال الإحداثيات الرقاقة يلي بالرصاصة بتجمد الهدف لو كان متحرك وبتقتله. رصاصة تلقائية. تماما هيك. هذا الشيء نحن اللي صنعناه. أنتوا اللي صنعتوه. يلا سرقوه. أي فكرة بالعالم بتروحوا أنتوا بتسرقوها وبتقولوا إنه أنتوا يلي صنعتوها، مو هيك؟ ها؟ وأنتوا عم تصنعوها هلا؟ حاليا لا، وأنا صنعته. انتهى. في حدا منكم رح يشتري؟ لهيك أنا هون. نحن بنشتري، بس قل لي شو الكمية المتوفرة عندك؟ يعني حسب شو بيلزمك. بتوقع في شي غلط، لأنه حسب قائمة الأسعار الرصاصة هي بسعر السلاح تقريبا. ايه مزبوط، لأنه أنا ربحي كله من الرصاص والسلاح هدية لألكن. بس إذا ما عطيتنا الرصاص هاي الأسلحة رح تكون مثل الألعاب. رئيس خضر، بام بيك بيكون صديق كتير مقرب لي، هو وعيلته محترمين كتير ومو بس ضمن لبنان، هن سمعتون كتير منيحة بكل المنطقة. أنا سمعت عنك وعن عيلتك، وحسب التاريخ أرشيفكم بيقول إنه أنتوا كنتوا أول عيلة جرأت تخون الدولة العثمانية. السياسة بتتغير يا رئيس، وحتى الأنظمة بتتغير، والدول كمان بتتغير، بس العلاقات بتنعطى للناس اللي بيآمنوا بالتجارة حتى لو وصل الأمر فيهم للخيانة. بعرف هالشي مانو من مبادئ عيلتك. سمعت إنك شخص يعتبر حدا كتير عاطفي ورجل وطني ما بيرضى الخيانة بنوب. يلي سمعته مزبوط، ولهيك أسلحتي أنا ما ببيعها لأي طرف بيوجهها إلي ولعيلتي، وخصوصي يلي بيوجهها ضد دولتي. ولهيك بس بيعكم الأسلحة مو ممكن إنه فورا تنسرق من عديمين الشرف؟ طبعا. الرصاصة عندي، وقتها كل هالأسلحة اللي رح تتوجه علي ما رح تكون أكتر من مجرد ألعاب. ايه يا جماعة، لهيك إذا رح تتاجروا فيهم رح تشتغلوا بشروطي أنا. خليتني إجي على الفاضي يا فياض، قلت لك ما بدي أقعد على نفس الطاولة مع الشخص الفاشل اللي مفكر حاله تاجر كبير. أنت واحد عديم الشرف. لا لو سمحتوا يا جماعة بهدوء، اسمعوني منيح. ما عاد في أي شيء حتى أسمعه. يلي حابب يكون بيناتنا شغل وتجارة يرفع لي إيده لشوف. هذا هو عرضي، واللي مو حابب يكون بيناتنا شغل فيموت.
يا جماعة. هذا الإطلاق عن بعد 8 كيلومتر ومن أعلى برج بالمدينة، وبهالطريقة منكون فحصنا السلاح قدام عيون الكل. اللي بيحب منكم انه يشتري يتواصل مع السيد فياض. طلب منهم يجيبوا لك أكل فوراً. ها، فيني شاركك بالحلو حبيبتي؟ أنت مو جوعان؟ باكل بالاجتماع. طيبة كتير. اتركه الياس إذا ما بده يحكي هلأ. أنا هيك خطة عملتها منشان شتت انتباه الشرطة، وهو قاعد عم يقول إنه كان رح يروح على المغفر. كيف بتطعني بهالطريقة؟ يعني أنت بترضى إنه أضربك؟ أكيد لا، من الصبح قاعد عم يعمل مشاكل. يا ابني إذا أنت كنت بتقدر تحلها بلا مشاكل ليش ما تصرفت؟ تمام، بس نتواجه المرة الجاية يكون جاهز منيح للي بدي أعمله فيك. وكأنه أنا وأنت رح نركب نفس السيارة. بوران فهمنا شو يعني رح تروح على الشرطة. إذا بدك تشتكي تعال لعنا ونحن منحل هذا الموضوع. بهزات هيك بتتصرف وقت بتنضرب؟ خلص بكفي حاجة حكي فاضي، قوموا هلأ سلموا على بعض وتصالحوا وخلصونا. لا تنسوا في عالم قاعدين على الطاولة حابين تخجلونا قدامهم يعني؟ ايه تماما، الناس بيقعدوا على طاولتنا. وبسبب مين؟ الرئيس خضر. من الصبح أوامر اقتل هاد واقتل هداك وتعالوا نجتمع، وليش؟ ما حدا بيعرف. الياس فيني اقول لك شيء بهالموضوع؟ معه حق. تمام، انتوا تصالحوا هلا وانا بوعدكم انه رح تعرفوا كل شيء فورا. يا الله شو بده يعمل الواحد معكم هلا؟ بس بالحقيقه انا ضربته ووجعته. طوفان اغا. طبعا ما كنت بقصد. خلص قرب لعندي، ما في خلاف بيننا. فينا هلا يا ترى نحكي بموضوعنا؟ الرئيس قال لا تقتلوا حدا، بس حضرتكم ما ساويتوا هيك وتجاوزتوا الشرطة وصار اللي صار معكم هلا مو مشكلة. شو اللي بيخلي تكين يقتل هالزلمة؟ كل اللي صار يا أخي بهزت ألا عيب. لما رح يجي أنا بحط عيني بعينه وبحاكيه، وإذا سأل أخي نحن اضطرينا نقتله وانتهى الموضوع كله. يعني بلش خضر يحكي معك؟ أمتى لقى فرصة لحتى يخبرك بهالشي؟ من فترة يا أخي، من فترة. أبي وصل وهو هلأ ناطركم. يلا يلا. عزيزي خبر، فياض قال إنه ضمن الاجتماع أنت قتلت واحد من حلفائنا اللي كانوا موجودين. مين هو؟ هبان. هبان اللبناني؟ ايه. شكل أحداث اليوم كلها يا ريس ما لها منيحة بالمرة. ليش يا رافت؟ عنده أقارب من تشرين بكل المنطقة وعيلته كتير كبيرة، ونال بيك بيعرف بهذا الشيء. رافت فيك تتصل فيه وتشكيله
إذا بدك، أو فيك تسأله ليش قتله. وأنا لهالسبب موجود هون اليوم. لما خبرني فياض فكرت إنه هذا التصرف خاطئ، بس بعد قلت فوراً إنه أكيد الريس خضر عنده أسباب. اليوم كنت ضمن اجتماعنا عم ساوم على سلاحنا الجديد، بس لو ما قتلت هابان اليوم ما كان حدا اشتغل معنا بالتجارة بنوب. هلا انتو معكن حق انه هذا الرجال كان رجال قوي كتير وقلو تأثيره، ايه بس مات. وعملكن لو ما قتلتو اليوم ما كان حدا اشتغل معنا بالتجارة بنوب. وهلأ أخوك فياض بعد ما طلعت أنا خبرك كم طلب تقدم لنا للتجارة؟ إيه خبرني، وما فيني أقول إني ما تفاجأت. هلأ خبرونا بالعدد. أول شحنة 60 حاوية. كتير منيح. كتير منيح؟ إيه، عدد الأسلحة أكبر من اللي بدنا نقتلهم. يعني منيح ولا مو منيح؟ حدا يشرح لنا مشان نفهم نحنا ليش قتلنا هالرجال من الصبح، ها؟ لا تحكوا لنا هذا الشيء، بس خلونا نفهم. مثل ما قال عمي خضر، إنه لو هالرجال اللي قتلتوهم ضلوا عايشين لهلا أكيد كانوا رح يمنعوا تجارتنا وكانت أرباحنا أقل بكتير. كيف رح تكون قال كيف؟ سلاح ملكنا نحن. يعني على فرض انه نحن عنا 100 حاوية من الأسلحة، وإذا بعناها كلها لهالحاويات وبعد ما نبيعهم كلياتهم، يعني شو رح نعمل؟ هذا قصده لقلب أصلا. يا ريس، نحن ما بنقدر نواجه الرجال، وعلى فرض نحن واجهناهم، وقت شو رح تعمل بخصوص الاستخبارات؟ لأنه الداعم لعيلة هبان اللبنانية هن فريق الاستخبارات. كتير منيح يا فياض، وبهالطريقة هاي بتصير كل الأسرار للكل وحتى الاستخبارات. أنا ما بحب هذا الشيء، ما بحب أي شيء مخفي. رح يكون العدو والصديق واضحين. بس ما قلتوا لي شو رح نعمل بغياب هونال؟ ما تخلوني واجه السي اي اي لحالي، هذا قصدي. رافات، في اعمال بتصير بغياب اونال. انا شغلي الحرب وشغل اونال يامن الخروج من هاي الحرب. وهلا بخصوص حساباتنا اليوم، بالاضافه للطلبات اللي اخذها فياض واللي رح نبدا بامورها، أونال بيك رح يقول شي واحد منيح، استمروا بهالشي وبس. إيه بس الرجال رح يدفعوا المصاري بكرة المساء، وأكيد وقتها كل عيلة تبان لبنانية رح تتدخل بالموضوع. مين هاد هبان؟ حدا يقول لي مين هاد؟ خبرونا لحتى نعرف شو صاير. كلياتنا قاعدين هون بدون ما نعمل أي شيء بخصوص هذا الموضوع. لازم نروح وننظف القصة كلها. محل ما أخذنا هيك طلبات، مين معنا ومين اللي ضدنا؟ ما عرفنا مين الصديق ومين العدو، ما عرفنا. أنا بلشت بالحرب، بس لهلأ الجبهات مانا واضحة. يعني هالطاولة اللي بيحكي أخي بيصيروا بس بخصوص التجارة، نحن اليوم خسرنا أصدقائنا. بس بخصوص خلافاتكم مع عيلة هبان اللبنانية
طبعا نحن كعائلة ما رح نشارك بهالحرب. فياض، إذا نحن قاعدين على هالطاولة هذا يعني عائلتنا هون وأصدقائنا اللي برا. أصدقائنا يمكن بيوم يصيروا أعدائنا، وأنا دائما واقف جنب العيلة. وخضر اتخذ قرار باسم عيلتنا، وأنا رح وقف مع هالقرار. واللي بيحاربه كأنه عم يحاربني. شكرا يا إبراهيم بيك، وهيك بيكون انتهى اجتماعنا. إبراهيم بيك إذا فاضي بدي أحكي معك على انفراد. إيه طبعا. عمي، أبي بده يحكي معه هلأ، روحوا أنتوا على البيت. إيه بس أساسا نحن عايشين بنفس البيت يا خضر علي. قال مسألة عائلية يعني خاصة. خاصة؟ وانت بتعرف شو هالمسألة الخاصة؟ شو بيعرفني أنا؟ بهزات، تعا معنا لأنه أكيد اشتقت لأختك، ما هيك؟ لا تواخذني يا الياس، العطلة خلصت من زمان، بس المشاكل بيني وبينها لسه ما انتهيت. أنا بروح بكرة الصبح وبشوفها. القصة متعلقة بفياض؟ لا، متعلقة فيني أنا. عم اسمع، هذا الصيف رحت على لندن لشوف الأولاد، وتعرفت على بنتك. طبعا هالشي بالصدفة، بس نحن ضلينا عم نلتقى لهلأ. ومثل ما أنا قلت جوا إني ما بحب اشتغل بالسر، لهيك عم خبرك بهذا الشيء. أنا عندي علم بهذا الموضوع. خضر، أنا من مدة ناطر منك إنه تقدم لي توضيح. لو لسه تأخرت شوي بس كنت رح أخد عنك فكرة سيئة. بتشكرك. طالما عم تلتقوا وتشوفوا بعض، من الواضح إنه كان عندكم الوقت الكافي لتوضحوا لي هذا الموضوع. إيه، وبما إنه أخدتوا قراركم لازم يكون هالقرار اسم. إذا كانت الست خيرية مو مشغولة، بكرة المساء تفضلوا لعنا لنسمي هالقرار. أنا بصراحة بعتقد هذا الموضوع بده شوية وقت. ليك خضر، فياض وعيلته حساسين بهالمواضيع كتير، وإذا أنت عن جد مو حابب إنه علاقتنا تاخد منحة سيء لازم نستعجل بهذا الموضوع فورا. بصير خير.